الأهل والأصدقاء والأحباء من أبناء الجالية اللبنانية وكل الجاليات العربية العزيزة المقيمة في أستراليا، لكم مني أطيب تحية وأصدق سلام. أحب أن أعلمكم بأنني قريبا إن شاء الله سوف أطل عليكم من خلال الإذاعة الرائعة 2ME برفقة الزميلين العزيزين الأستاذ إلهام الحافظ والأستاذ بيدرو الحج، لندردش معا قليلا بما نتمنى أن يكون مفيدا وطيبا. فإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة وعافية وفرح. إلى اللقاء. الو حياتي بيع. نعم غير لي هالكلمه صارت عتيقه. شو يعني؟ يعني بس انت بتضلي حياتي. اه يا موريس. مين هيدا موريس؟ هيدا واحد امريكاني هيئتك متاثر باسلوبه. حياتي انا ما على علمي في كاتب أمريكاني اسمه موريس. بعرف كاتب فرنسي اسمه موريس باريس، بس مش لدرجة أني أتأثر بأسلوب. أنا قصدي شي تاني. وأنا قصدي أنك حياتي. قلت لك بيع. شو بدك هلأ؟ اجتني مكالمة بتقول أنه بابا واصل بكرة من السفر وجايب لك مصاصة. ندى ماتر. ندى الدنيا ما أمات. حاضر متر ونص. لا متر وسبعين. ليش عم تقصرني يا ستي؟ أفروديت مبسوطة هيك؟ ميرسي. مباشرة مع إلهام وبيدرو نجومكم المفضلين كل يوم جمعة بعد الظهر حصريا لكم بأستراليا من GME أستراليا.